اهلا ومرحبا. لو سمحت بس عايزة أسأل عن قطع صلة الرحم ايوه بالنسبة للأم، يعني إن هي أصلا يعني شديدة في قراراتها، و يعني بتعامل ابنها معاملة جافة، و يعني بقاله كام سنة يعني بهدل معاها، يقطعها ويوصلها، هي تقطعها وهو يوصلها على طول، على طول هتقطع وهو يوصلها، ولحد دلوقتي نفسيته تعبت منها ومش عايزة أصلا نكلم حد. طب وهي ليه بتعمل كده؟ ما اعرفش ايه، هو حضرتك هو طبعها كده يعني، مش عارف. من غير سبب؟ ولا عندها حالة نفسية يعني ولا ايه؟ لا هو حضرتك مع ان هو اصلا يعني بيجري وراها يعني دكاترة ومن هنا لهنا، ما بيسيبهاش يعني عملية بتحتاج يمشي وراها، اي حد من اخواته بيحتاج مساعدة بيقف معاه، بتيجي مثلا عشان دي اخ يعني ماشي مش كويس، فوقف معاه يعني ان هو مش كده مش كويس، فحتى هي طبعا ما عجبهاش الاسلوب فزعلت لا منه يعني مش وقطعت هو على وقف القدر مع كده. اخوه عشان ياخد بايد اخوه، ولا ما وقف هو معاه يعني لا ايه؟ هو حضرتك يعني ماشي يعني بيشرب، فهو طبعا ما عجبوش الوضع دوت، فقال لها هو ما ينفعش كده وراء الحاجات اللي هو بياخدها، فما عجبهاش ان هو ازاي يعني يقول قدامها قدام اولاده وزوجاته وكده فقطعته. يعني هو ربنا يحاسبه على كده ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ربنا ما يحاسبوش. اذا كان السؤال كما حضرتك بتسالي يا ام عمر، قطع صله الرحم طبعا شيء محرم، واسوا على اسوا الاحوال احنا لا نسعى ابدا الى قطع صلات الارحام، وانما نحن بنعمل ايه؟ بنوصل لمرحله اللي هي ارتكاب اخف الضررين. المعروف زي ما قلت لحضراتكم، المعروف دائم والود دائم والمعروف قائم فيما بيننا، يعني ما زال الود بيننا موجود، حتى لو هي اللي قاطعه لهذا الود، أنا أحاسب على فعلي ولا أحاسب على فعل الآخرين. أنا على طول أقدم الخير، أنا دايما أصلها بمعروف، أنا دايما أقدم الخير، وهي اللي قطعة، هي اللي هتتحمل مسؤوليتها دي أمام الله سبحانه وتعالى. أنا دلوقتي بأقدم الخير وهي بترفضه، ما أنا مش مسؤول عن كده. هي كمان برها أصبح في شيء في معصية لله سبحانه وتعالى، وفيه غبن للحقوق واضح، يعني فيه ظلم للحقوق، بأنه أنا شخص معوج في العائلة وبنبهها إلى خطورة ذلك، وإن إحنا لابد أن نأخذ بيديه إلى الصالح، لا أن نطاوعه في فعل هذه الأمور المشينة. وبالتالي إذا كانت هي بتدلع ابنها او عايزه ابنها ماشي في هذا الطريق، عشان في ناس كده للاسف بعضهم يطبطبوا كده على الولاد، صح غلط بيعملوا، بيطبطبوا على عيالهم لدرجه ما يضيعوا اولادهم. الشفقه اللي في غير مكانها في الوقت اللي المفروض يكون فيه حزم واخذ باليد الى الطريق السوي المستقيم حفاظا عليه وعلى اسرته وعلى زوجته وعلى اولاده، للاسف بعض العواطف بتروح في اتجاه خطأ. فانت اذا كنت بتنبههم الى هذا الشر العارم وهي مصممه على هذا الخطأ الفادح، بانها تدلل وتدادي بقى واحد عندها معوج الخلق، وانك انت بتاخد بايده وهي مش عاجبها الكلام ده، ده كلام طبعا هي اللي بتؤاخذ عليه. لكن بس ممكن يكون في شيء تاني حضرتك ما قلتيهوش، وهي انه بينبهها الى الخطأ ولكن باسلوب مش مظبوط، انه ينسى انها امه فيسيء إليها بعبارات أو بألفاظ نابية أو بأفعال قبيحة، أو إنه يتصرف بصوت عالي، يتكلم بصوت عالي أو يزعق. فبرضو أرجو إنه يراجع نفسه، لو كان صنع ذلك أن يعتذر منها، إنه مش هيعمل يعني، أو هو بيتأسف إنه هو يعني خرج من هذا الإطار المحمود إلى غيره. يعني أتمنى ما يكونش عمل كده، ولكن حتى لو كان عمل كده وهو بيودها وبيصلها، هي اللي قاطعة رحم في هذه الصورة. ما عليه انه يديم عمليه الصله قدر المستطاع. بعض الناس طباعهم شديده، قلوبهم قاسيه، مش كل الناس قلوبهم فيها عاطفه وفيها لين. نسال الله سبحانه وتعالى انه يعمر قلوبنا بنور الايمان حتى انها تكون لينه هينه بيننا.